حتى قبل أن يبرأ ضحايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي صوب مدينة مأرب مطلع الشهر الجاري، وقبل أن يغادروا مشفى المدينة بجراحاتهم، وقعت الجريمة الجديدة. انفجار في سوق شعبي يودي بحياة عدد من المدنيين ويوقع جرحى. وفي هذه الأحداث المرتبة جيدا رسالة واضحة الملامح، فمهما كان النصر في الجبهات حليفا للمدينة وأبنائها وللسلطات الشرعية، فهناك من ينتظر فرصا أخرى داخل الأحياء ليجعلها أماكن غير قابلة للاستقرار، ولتبعث دائما على التفكير بالهروب. وإن كان غير وارد في مدينة أصبحت مأوى لعشرات الآلاف القادمين من مدن بعيدة، لكن مأرب كانت ملاذا آمنا لهم في ظل محاولات إخراجها عن السيطرة. فبعد فشل استهدافها بصواريخ الكاتيوشا وقيام الجيش الوطني بإبعاد منصات الإطلاق بعد معارك عنيفة على مرتفعات جبل هيلان، تتكرر المحاولات من داخل المدينة. فقد ألقت قوات حديثة التكوين القبض على العديد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بأعمال تقلق السكينة وتهدم الأمن. وتبين من خلال التحقيقات المعلنة نتائجها أنه لا انفصام بين من يحاربون في الجبهات لإعادة السيطرة على المدينة ومن يزرعون العبوات الناسفة في أرجائها ويحيطونها بالخوف، فجميعهم ضد أن تكون مأرب مدينة يلوذ إليها الجميع.